هذا البرنامج يأتيكم برعاية VLCC. أهلا بكم في موجزنا الجديد من هاشتاغ الآن، حيث نستعرض أحدث وأكثر ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. والبداية من سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات إسرائيلية هي التي قصفت مطار تيفور بسوريا مساء أمس الأحد، مؤكدة أن الهجوم تم عبر المجال اللبناني بثمانية صواريخ. وقالت الوكالة السورية للأنباء سنا أن الهجوم على المطار جاء عبر طائرات إسرائيلية من نوع F-15 وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى جراء الغارات. وفي الشأن السوري أيضا، نجحت رئاسة مجلس الأمن في ترتيب الدعوة لعقد جلسة طارئة واحدة فقط اليوم الاثنين لبحث تقارير الهجوم الكيميائي في الغوطة، وسط غضب دولي ونفي سوري روسي إيراني لوقوع تلك الهجمات. وقد سيطرت تطورات الأوضاع في سوريا على منصات التواصل العربية، غرد الكاتب ياسر الزعاتر قائلا: طائرات صهيونية توجه ضربات جوية لمطار تيفور العسكري، قتلى أو قتل في الغارة إيرانيون، استعراض صهيوني جديد يؤكد مرة أخرى أن الصهاينة هم أكبر رابح من حريق مدمر أشعله خامني لأجل أحلام مذهبية. ساقط من يزايد على شعب سوريا في موقفه المبدئي ضد الكيان الصهيوني. أما دكتور عظمي بشارة فيقول: الكيماوي الذي سمم أجساد الضحايا سمم قبل ذلك عقول ونفوس من يؤيدون القتلى ويشيطنون الضحايا من المدنيين، يهتفون للقصف الذي ينكرون وقوعه في الوقت ذاته، كائنات تهريجية كيدية بلا عقل أو أخلاق. المعارض السوري بسام الجعرة والآخر غرد قائلا: يوم سوري بامتياز، نأمل أن يكون موجعا للحيوان وعصابتي، في إشارة لما قاله دونالد ترامب. إلى باريس، وتزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الفرنسية باريس، وصفت صحف فرنسية ولي العهد بأنه جاء خالي الوفاض، في حين كتبت صحف أخرى أن الرهان على بن سلمان محفوف بالمخاطر، وهو بذلك لا يستحق أن يستقبل بالبساط الأحمر. الكاتب الفرنسي بنيامين باغت من جهته وصف بن سلمان في مقالة بصحيفة لوموند بأنه أمير مصلح ذو وجهين، إذا أعاد فتح دور السينما في المملكة وسمح للنساء بقيادة سيارة، لكنه أيضا أطلق العنان لأزمتين وحرب في الشرق الأوسط في أقل من 3 سنوات، في إشارة إلى أزمتي قطر وسعد الحريري والحرب اليمنية. يأتي هذا في الوقت الذي تظاهر فيه عدد من الناشطين اليمنيين والأجانب في باريس احتجاجا على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا، داعين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المجتمع الدولي إلى وقف تصدير الأسلحة الفرنسية إلى السعودية بسبب الحرب التي تخوضها في اليمن. كما ودع الناشطون إلى الضغط على محمد بن سلمان من أجل وقف الحرب في اليمن، مؤكدين أن تدخل التحالف العربي تسبب في كارثة إنسانية تهدد حياة ملايين اليمنيين. في حين أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نسينا الاثنين إن فرنسا ستساعد السعودية على إنشاء أوركسترا ودار للأوبرا، وقالت نسين للصحفيين بعد توقيع اتفاقات مع نظيرها السعودي عواد العواد في باريس اليوم: تم توقيع اتفاق مع دار الأوبرا في باريس لمساعدة السعودية على إنشاء أوركسترا وطنية ودار للأوبرا. وقد أثار الخبر ردود فعل متباينة في المملكة، حيث غردت الإعلامية السعودية خديجة الوعل قائلة: اتفاقية المملكة مع فرنسا إنشاء دار للأوبرا وأوركسترا في السعودية مؤشر لمستقبل ثقافي فني إعلامي مشرق بإذن الله. فهد الدهمشي هو الآخر غرد قائلا: توزيع الملايين على بطولات بلوت وحفلات رقص وسينما وانحلال، واليوم دار للأوبرا في تقليد مقيت للغرب، وفروا وظائف وسكن للشباب أولى، وأهم من كل هذا البذخ المستفز. أيضا أبو عبد الله قال: الشعب يبي سكن 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 سكن، هذا قمة الترفيه، الأوبرا وهيئة الترفيه متنازلين عنه، مطلبنا بسيط سكن. وإلى روسيا وفقرة هاشتاغ في المونديال، والتي تمثل خدمة خاصة في برنامج هاشتاغ لمساعدة المشجعين العرب الراغبين في التوجه إلى روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم. اليوم تصحبنا مونيكا نبيل في جولة في مدينة سان بطرسبرغ، حيث تقف الآن أمام مقر تسجيل وتسليم البطاقات للمشجعين في المدينة. إليك مونيكا.
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، زي ما كل مره مستنيين من مدينه سان بيتربورج. انا النهارده في المكان الفعلي لتسليم وتسجيل لاستلام البطاقات الشخصيه لكل المشجعين اللي هيجوا ينورونا في فترة المباراة كأس العالم. حقيقة موقع الفيفا فعلا صرح في كل مدينة تقريبا، ده كان من 10 أيام، المكان الفعلي اللي هيكون في كل مدينة. والمكان ده في مدينة سان بيتربورج، هو المكان اللي احنا فيه، هو بيقع في شارع بيسمى ليتنيا بروسبكت، وموجود في زي سنتر المكان دوت، بيزنس سنتر، وهو مول بيسمى بريازراشينسكي دور، دوت اسم السنتر، وهو في الدور الثاني. احنا جايين النهارده بنعرض اولا شكل المكان، وكمان ازاي الطريقه ان احنا ممكن نسجل ونستلم بيها. ده قدامنا اهو اسم فعلا المكان، بيسمى الفان اي دي سنتر، وده المكان اللي فيه المول التجاري او السنتر اللي احنا قدامنا. اولا مواعيد العمل الخاصه بيه، هو بعتذر جدا، هو النهارده المكان قافل، بس هنشوف اهو هم عارضين من بره حتى المواعيد العمل. اولا يوم الاثنين هو اجازه اللي هو النهارده، باقي الايام كلها فاتحين، باقي ايام الاسبوع كلها من الساعه 11 للساعه 8. المركز في ممكن نشوف اهو من الخارج بعض من النوافذ او الاماكن اللي بارقام علشان نستلم منها البطاقات الشخصيه. طيب عشان بس نبقى عارفين، طب ازاي الطريقه اللي احنا هنسجل فيها بيها وهنستلم البطاقات الشخصيه؟ الاسهل طريقه هي عن طريق الانترنت. المكان اللي احنا قدامه دوت ليه موقع على الانترنت، ده تبع الفيفا. الموقع بتاعهم هو fan-id.ru. الموقع ده مجرد ما هنخش عليه هنقدر نسجل بالبيانات الشخصية بتاعتنا لاستلام بطاقات الفان اي دي. طيب المطلوب ايه البيانات بالظبط؟ احنا هنكون اوريدي في الفترة ديت استلمنا بعض من التذاكر بتاعة المباريات، وعليها الرقم المسجل اللي احنا اتبعت لنا من الفيفا. طيب احنا بالرقم دوت وببيانات التذاكر بتاعة المباريات زائد بيانات من الباسبور بنخش على الموقع اللي انا ذكرته وبنسجل البيانات ديت ورقم المعينة للتذاكر بتاعة المباريات. بس برجاء ان نراعي ان البيانات تكون مماثله تماما للبيانات والرقم بتاع المباراه، لان اي غلط في البيانات ديت هيدعي ان هيتم لنا رفض استلام الفان اي دي او البطاقه الشخصيه. حاجه تاني، لو في اطفال اقل من 14 سنه هنحتاج بعض من بيانات البلاد اللي هي شهادات الميلاد بتاعتهم اثناء التسجيل. طيب المرحله اللي بعد كده ان هيتبعت لنا اس ام اس او هيتبعت لنا على الايميلات بتاعتنا رقم تاكيدي على ان فعلا تم تسجيل طلب استلام الفان اي دي، والتسجيل تم هيستلمه من اي مدينه، سواء هنا في سان بيتربورج، في موسكو، في إيكاترينبورج، في اي مدينه احنا حددناها هنستلم عليها، وهيتبعت لنا رقم، الرقم دوت غير الرقم بتاع التذاكر بتاعه المباريات، ده خاص باستلام الفان اي دي من المركز. برجاء ان احنا الارقام ديت نحتفظ بيها كويس جدا، وكل البيانات اللي احنا سجلناها وفي الفورم اللي احنا مليناها او الابلكيشن اللي احنا سجلنا بيه نخليه ونراعي وجوده معانا، لان الحاجات دي هي اللي هنيجي وهنستلم بيها من هنا، زائد طبعا تذاكر المباراه زائد الباسبور. طيب
مجرد ما وجودنا هنا هنيجي في المواعيد اللي احنا ذكرناها للمكان، وهنيجي هنستلم الكارت الفان اي دي. طيب في بعض ممكن من الناس تسال هل ان ممكن شخص تاني يستلم للشخص تم اللي هو مسجل؟ ينفع ان شخص يستلم لشخص تاني الكروت الشخصيه بتاعته او البطاقات الشخصيه بتاعه المباريات، بس ده بيستلزم وجود توكيل رسمي. التوكيل ده لازم يكون بالروسي. التوكيل ده ممكن يتعمل في السفارة الروسية في البلد قبل ما نيجي هنا في روسيا، وبيترجم بالروسي طبعا، وبيتاخد أختامه من السفارة، يا بيتعمل هنا في روسيا من كاتب العدل، ولازم بياخد برضو الأختام بتاعته عشان يبقى حاجة زي موثقة وحاجة رسمي علشان شخص يستلم شخص تاني الفان اي دي بتاعه هنا في السنتر. وطبعا عشان يستلم لازم يجي زي تذاكر المباراة، ومعاه طبعا الباسبور بتاعه، ولازم معاه التوكيل، ولازم لو في أطفال أقل من 14 سنة زي ما قلت رجاء وجود شهادات الميلاد بتاعتهم. شكرا مونيكا. إذا اتضحت الفكرة، التسجيل عبر الموقع هو احتياج أساسي، التسجيل عبر الموقع هو احتياج أساسي، ويجب أن تكون البيانات مطابقة بشكل كامل لبيانات الباسبور أو البطاقة الشخصية، وأيضا استلام البيانات يتم بالرقم الذي يتم إرساله إليكم عبر بعد عملية التسجيل، ويمكنكم إنابة شخص آخر للاستلام، ولكن ذلك يحتاج توكيلا رسميا باللغة الروسية. وبالتأكيد هذه البطاقة تساعد المشجعين الذين يذهبون إلى سان بيترسبرغ في الاستفادة من كل الخدمات المرتبطة بالبطاقة التي عرضناها في الفقرات السابقة، والتي سنستمر في الحديث عنها في الفقرات التالية من هاشتاغ في المونديال. بهذا مشاهدينا ينتهي موجز هاشتاغ الآن. لكم تحياتي، أنا حاتمني، وإلى اللقاء. هذا البرنامج يأتيكم برعاية VLCC.